السلام عليكم أصدقائي الأعزاء على قناة عمو يزيد تي في. اليوم رانا جيناكم بموضوع جديد في كل حصة، نشوفوا شكون هو الشاطر. واش لازم باش نحافظوا على أسناننا؟ واش لازم نديروا؟ نبروسيهم. كيفاش تغسل أسنان؟ كي نوض صباح، إيه؟ وكي كمل الفطار، وكي كمل العشاء. واسم هذيك اللي نغسلوا بها أسناننا؟ بالفرصات. فرشيطة. بالفرشيطة مع موبينغو. غيستي برونشي، ما تروحوش بعيد، بقاو غير هنا منا ومنا بالك. اتونسيون، باي باي. شكون الشاطر؟ الاثنين على السادسة مساءً.